كل نهار اخويا ملككني بعيش واش مني ما تسمين خليتيني لحتيني الزنقة. دخلت لواحد البلاصة بنيقة باش نبات فيها، دخل عليا واحد سكران اخويا بغا يتعدى عليك. ما بغيتش اخويا الزنقة ماشي صعيبة، الزنقة راه فيها الدياب، راه عايش فيها زهرة 17 عام اخويا. ما غنانيش كيقرا قران كيقول لي بقا تقرا عليا قران، انا عندي الميت في الدار. تنوضي تصلي يقول لك انت يلا بانت لك الصالة دابا، ما بانتش قبل ما تجيب هذوك جوج دراري. واش ربي كيفرح العباد ديالو غير نوتوب عم الله؟ ربي كيشوف عليك، ربي كيفرح وانت با ما تفرحش ليا. اش غنقول لك با؟ الله يسمع لك با، الله يسمع لك، الله يسمع لك با. شو مالك اجيني كدير فيا واخا نكون يهودية؟ خويا الظروف حكمت عليا بالزنقة، خويا انا تبت الله، وبا خويا بزاف قارني في عيشتي، مني شدني شدني بولادي فين ما كينوض كيقولي جبتي لي ولاد من الزنقة. كل نهار انا يا حاجة كنت كنفسد وكنعطي الفلوس، عيت اخويا من الفساد، عيت من طريق الحرام بزاف. واش لما عطيتش الفلوس كي في عيشتي قارني في عيشتي؟ انا ما باغاش نعصر الله خويا، ما عمرني عرفت بولي زيت بيه الراس، ولكن راه بزاف اخويا. كل نهار هداك النهار صور معايا خويا يوسف 40,000 ريال صيفطو عليا الناس، عطيتو 1000 درهم انا مكنمنش على با، انا عطيت عليه 20,000 ريال، خديت تيليفون وخديت با خويا في الخيمة. دابا دازت عليها سيمانة او كل نهار، كل نهار اخويا ملككني بعيشتي واش مني ما تسمين خليتيني لحتيني الزنقة. 13 عام وانا خارجة كنشبر، 17 عام في حياتي دازت باطيلة، كل مني ما تسمي، ما عمر كبا قالتش عليا ولا حنيتي فيا، ودابا ما عمر. دابا قسما بالله اخويا نقول لك واحد الكلمة، إلا مرضتش انا نهار العيد نبوس لي يدي وراسو، ما عمر با بيسني في حياتي، ما عمر با بيسني، باقا با عندك لا يبوسني يقول لي شي كلمة. خويا عيش بالتسر وعيش بالضياع خويا، وبالخصوص الدراري هما كيقراو. انا ما نكر يوم المدرسة خويا بزاف خويا، انا بتكارية زيادة وخلوق، عندي ورقية خويا، عندي كل شيء خويا ديال الكارية، انا عندي كل شيء، انا عندي السيفادة. جرى عليا خويا ضربني بقرعة وكقلب عليا الطابلة وخرجي عليا، انا غنبيع الدار ونبيع السداد. عيقتي عليا شدي ولادك عليا، ولادك ينقزوا عليا، وهادشي انا شد شي درت راسي، انا غنبيعها ونمشي نتزوج ونمشي للعروبية نجلس بها. او امي ماتت وهي المرة التانية تزوج بها طلقها، وهو باغي يزيد ثالثة. حشومة خويا من جهة الله، باغي الفلوس اخويا. انا ما كنبغيش نقول هاد الهضرة قسما بالله، حتى بنادم بغا يشوفنا غيقول لا راه هي اللي منا لا فوت ولا هي اللي، ولكن راه بنادم يدير راسو بلاصتي مرة واحدة اخويا. راني عيت عيت اخويا، راه لا ام لا حنين لا رحيم لا تجي واحد من غير الله سبحانه وتعالى، راه ما زيدتش ثبت الله، انا ما لقيتش من غير ربي هو اللي كيرحمني. وربي راه بغاني بغاني، علاش عطاني هاد الوليدات؟ ربي ابتلاني في الدنيا، هما ما عندهمش باهم وحطاهم بجوزهم بسميتي انا باهم وانا امهم، باش جيت غنديك لاريبي وقال لك لا ولدتي عندك 22 عام ماشي من حق باواتهم غادي تشدو ولا مفروض عليهم يحطوهم بسمياتهم. لا والله دائما ما كاينش المغرب باواتهم كيطالبوا بالتحاليل. غلطت اخويا، انا غلطت في حياتي بزاف، وهاد الدراري هادو راه ربي عطاهم ليا اخويا، ماشي معلمه ماشي حاجه خايبه، راه معلمه وداكشي اللي تحرمت منه ظاهره كنعوضو في وليداتي اخويا. راه وليداتي كنقريهم كنحفظهم القران كنديرهم يصليو معايا، يبوسوا لي راسي ويديها بشي ناس وقول الله يسهل عليك ماما، قولي لنا الله يرضي عليك. راه تقارات اخويا ظاهره بزاف، والله اخويا تبا غنديرها طابله ديال الديزل ونترزق بها الله على وليداتي. عندي خويا مريض
كيشرب الدواء داك مرفوع ديال القلم. الله يشافيه يا ربي، ولكن راه كنخاف على ولادي اخويا. شي صغيره اليوم خرجتي للزنقه ديالها والليل كاين واحد البرد ديال الصباح. اوا خويا اما الناس دابا هما قسما بالله وحق الله العظيم هاد السيد مسكين والام ديالو خرجوا ليا مانط وخرجوا ليا ما ناكل دابا. وفاش دخلت لواحد البلاصه بنيقه باش نبات دخل عليا واحد سكران اخويا بغا يتعدى عليكم هاد السيد امه مسكن هما اللي جابوني هنا هو قال لي دخلي تبعتي لعمي اختي راه الناس فيهم الخير. خرج بقى يلا خويا نص نهار ديال العشيه خويا هذا باش خرجت ماشي مشكله. هو دخل بغا يتعدى عليك خويا وبولادك انت ولادي هربوا قسما بالله هما حفيانين هاربين كيجري وحفياني راه شوم اخويا والله تتقهرت اخويا قسما بالله راه عندي حقي في كاريان وكانت عندي براكتي وكنت ساكنه فيها ومحصيه بولدي وجا المقدم والقيد والباشا ومقدم كيشهد بهذا الشيء والناس كاملين كتشهد بلي انا بالكاريان ومحصيه. قال لي بغيتي تستافدي عطينا مليون ونص باش غادي تستافدي مليون ونص غنعطيوك غنعطيوك دار هنايا في الوفاق ولا في 17. قلت مليون ونص راه ما عنديش. قلت لي انا راه ام عزيبه ما عنديش منين نجيب مليون ونص. ضاع لي حقي بالاستفاده وخداو اخويا شي ناس اللي ماشي ولاد الكاريان وعطاهم حقي انا وانا حقي من 2014 وانا كنجري عليه ما خليتش عام انا ما خليتش قلت ما خليت ساعه. فداك النهار صوروا معايا بيتا في الروضه مره اخرى بيتا في العماله انا با كيمن عليا با كل نهار كيمن عليا شديتك بولادك واش نعطيك الفلوس با تقول لي صافي ها هو سكت واحد اليومين تسالي الفلوس طود ليا ما عرفتش واش كيعطيو بشي واحده ولا الله اعلم الله اعلم اخويا ما عرفتش اخويا ما عرفتش اخويا اش غندير اش غندير اخويا اش غندير كيجيبوها في ولادي ما انا راه درت شي حاجه راه الزنقه راه ما كذبش عليك راه عشت فيها حياتي كلها ولكن انت كتشوف واحد جاي باغي يتعدى عليك وحدك هاد الوليدات باش غتحس كيقول يا ربي يا ماما هربي. لقيتي الناس وقفوا معاك مازال بالليل وغدا وبعد غدا وغتقلب الزنقه شنو غدير؟ اش غندير اخويا اش غندير ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير اخويا راه تجي واحد ما غيقبلني اخويا ما يقبلني حتى شي واحد. انا راه ما درتش علاش غيقبلوني العائله ديالي راه كلهم ناكريني راه اختي واحده مسكينه اللي كتحن فيا تقول لي اجي عندي ولكن انا ما بغاش نكون عايله عليها ولا على راجلها راجلها ود الناس سوا ما نبغيش نمشي ندق عليه في الليل ونقول لي خويا دخلني عندك اخويا راني تقارص تقارص اخويا ندوز لينا في الزنقه وغنشد ولادي اخويا ونمشي نطلب بيهم اخويا ما نكذبش عليك وغنطلب بيهم ما غنخليش ولادي اخويا عرق واحد يبقى يضرب ما غنخليش ولادي راني خدمت عليهم في الميناج خدمت في القهاوي خدمت في الشركات وعارف ما عنديش حسن سيره وسلوك عطاو لي خدم شي شركه ولا عندي استطاعه باش غادي. واحد المراه مسكينه في برا قالت لي انا غنوقف عليك على القضيه ديالك وغادي نحيد لك الوسخ. هي مسكينه محسنه وقفت لي على القضيه ديال الوسخ تحيدوا لي ولكن اخويا الساكن راه ما عنديش اخويا ما عنديش انا بقارني اخويا غيقطع لي العروق بحال امي وغيمشي الراوده اخويا وما بغيتش نخلي ولادي ما بغيتش اخويا. الزنقه ماشي صعيبه الزنقه راه فيها الدياب راه عايش فيها الزهيره 17 عام اخويا دوزت جميع انواع العذاب دوزت دوزت العبس دوزت كلشي ما خصنيش نجبد هادشي جبت الله سبحانه وتعالى بغيت ربي يعفو عليا ولكن راه عييت اخويا راه مني كان كيبقى يلك فيا كنخرج كنمشي نبات ليله ما كنجيهاش حتى الصباح كنجيب الفلوس وكنجي حتى الصباح ما غنانيش كنقرا قران كيقول لي بقيت تقرا عليا قران انا عندي الميت في الدار وتكي شي عبه ديال البنت جمع لك تنوضي تصلي يقول لك انت يلا بانت لك الصاله دابا ما بانتش قبل ما تجيب هذوك جوج دراري واش ربي كيفرح العباد ديالو غير نوي تشوف مع الله ربي كيشوف عليك ربي كيفرح وانت با ما تفرحش ليا ما تفرحش ليا با ما تعنكنيش وتقول بنتي بنتي راه دمي 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 عطيتو لي با ما كيعقلش عليا قارني اخويا بحياتي قارني راه من الداخل ديالي اخويا راه مرات من الداخل ديالي مرات عالم بيا اللي خلقني قسما بالله. طالبي دابا اليوم انا كنطلب اخويا شي واحد يعاوني الله يرحم ليكم الوالدين بغيت الكروسه ديال الديسير نعيش بها وليداتي ندير الكروسه ونولي نديهم ونجيبهم من المدرسه ويريحوا حدايا ولادي وما نخل وليت كنخاف على ولادي اخويا نجي الكلمه ديال الاخرى وليت كنخاف عليهم واخا من دارنا نخاف على ولادي
راه ما بغيتش، راه ما جيتش انا تعرضت للاغتصاب، تعرضت لبزاف ديال الحوايج. واش انا ولادي غتغتصبوا قدامي ولا غيوقع لهم شي مشكل؟ شنو غندير اخويا؟ شنو غندير بعدي ما ندير؟ وما عندهمش با وما ام عازبه، المجتمع كاع تاقرك، راه الناس كاع تاقروا ما حازينش بيا وتهزوا بيا انا. يا بغيت غير حن بيا. واش تصور اخويا 17 عام ما كتعرفش شنو هو الحنان؟ كنشد ولادي، ولادي هما اللي كنلقى فيهم الحنان، كنعنقهم وكنحس بيهم. 17 عام مني ما جات امي اخويا، مني حطيت راسي على امي مشيت للاخرى، قالت لي بنيتي زهره من غير خليك، هذيك هي كان من الاخرى اللي بقات فيا. شي زهره وليدات ديالك شحال في عمرهم؟ واحد عنده 8 سنين، واحد 6 سنين، واحد كيقرا في التالت، واحد وتحضيري حطوا بسميتي خويا. اسمعي لي، حنا كبار في هذا الوقت دابا، انا فيا البرد كندور خويا لابس وفيا البرد، ما بالك انتوما باشين بزاف خويا. اش غنقول لك اخويا؟ اش غنقول؟ عامة الناس قال لك سمعتي معنا اليوم يديروا خير، الله يرحم اليوم الوالدين، وغدا وبعد غدا. واش انا خويا انا حقي الاستفاده ما خديتوش؟ انا جات شي ما فهمتش، واش الملك الله ينصرو عطانا حقنا في الاستفاده؟ واش امهات العزيبات غيستافدوا؟ عطاني حقي والمخزن كيقلع لي حقي، علاش؟ علاش الباشا والقايد حرموني من السكن؟ ما نسمح لهم لدنيا انا اخيره. شردتوني انا ولادي، الله ياخذ بكم الحق. شحال من حاجه خويا غتوقف عليها، وجمعيه ديال الامهات العازبه توقفت عليهم في رمضان، وهاد القفه ما كيعطيوهاش لك، والملك عاطى لينا وما كيعطيوهاش لك. لا يد العواش ما كيعقلوش. فين هما هاد الجمعيات؟ فين هما تجي جمعيه حقوق الانسان؟ عيطوا لي صيفطوا لنا فوتوكوبي ديال لاكارت وتصاور، هما راه كيسقيو بعينك في بلاصه اخرى، كياخذوا على دارك تي فلوس، ونجي ما كيعاونوكش. شي واحد ما كيعاونني من غير الله سبحانه وتعالى. رساله الاب ديالك اللي خرجك لي. اش غنقول لك ابا؟ الله يسمح لك ابا، الله يسمع لك، الله يسمع لك ابا. شو مالك هادشي اللي كدير بيا؟ راه واخا تكون يهوديه، راه ربي فرحان بيا. انا وقفت عليا امي البارح في المنام، قسما بالله لابسه جوب زوين وجهه ابيض، نتصليت درت قيام الليل، كنت داير الله وقفت عليا مسكينه، وهي تعطيني الشوكولاته وهي تقول لي هاكا زهيره بنيتي، عرفت كيفك الجوع جاب جولك؟ هي مسكينه في المود ديالها وفي قبرها وحازه ببنتها، وانت ما تحش بيا. تمرقعت لي المراره خويا بسبب فقصتو، بسبب فقصتو، ومرا من برا جات دارت لي العمليه خويا. با فقصتي، فقصتي خويا، عيش من صبر، عيش من صبر. بغيت نشد طريق الله، عطيت الله عهد، عهد عطيت الله قدام المسجد، سيدي ربي انا عمرني نعصاك، انا عصيتك سيدي ربي بزاف، واش انا نبقى نبيع لحمي؟ نبقى نشوار لعباد الله باش جا تكون على خاطرك؟ نعصى ربي ورد با، واش غتنعس معايا في قبري؟ انا عارف حتى واحد ما غيعجبو الحال، لا خوتي لا عائله لا شافوا هاد الفيديو، ولا كرهت حتى شي واحد ما عايش معاه في عالي. انا اختي مسكينه كتعطي 30000 ريال باش تهرب راجلها وبوليداتها، وكتعطي 30000 ريال وفين ما تجي مسكينه تشوفنا لوجه الله، كيبقى يلك فيها، باغي الفلوس بزاف، على الفلوس بزاف، على الطمع. كان خدام على مرتو، مني ريح طلق من مرتو ريح، بقى جالس في الدار، نوضو نتوما تخدمو عليا، انا غنخدم، انا با واش غنخليك؟ واش انا با نشد 30000 ريال في الشهر خدامه في خياطه، ونجي ونعطيها لك با وناخد 100 درهم؟ اخويا انا كنكذب عليك، الله يرزيني بصحتي، الله يرزيني بصحتي اخويا، ويرزيني بوليداتي اخويا، انت كنعطيك كلشي، كنعطي فلوسي كامله. وكنت كنخرج اخويا الطريق، خارج الطريق ومشي مع رجال مع الدياب اخويا، الدياب اخويا بزاف. انا واحد النهار اخر مره كنت غنتعرض للتعدي اخويا في السبيت، كنت كان واحد غيتعدى عليا، نقص من الدوزيام اخويا، نقص من الدوزيام وضربت في راسي، واش بغيتو؟ ما عرفت، ما عرفتش اش غندير، اش غندير؟ انا باغا نشوف الله اخويا، تبارك الله اخويا، 4 شهور دابا وانا دايره الحجاب، كنصلي اخويا الحمد لله، كنقرا القران، باغا ربي نغفر هذوك الذنوب اللي درت اخويا. راه ما كاينش الحنان، ما كاين والو اخويا من غير الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا لله وإلا إليه راجعون.